الملعب في هذا الكلاسيكو أمام هذه الجماهير وهذه اللوحة التي يرسمها كل هذا المدرج. السلوفينية تعلن انطلاقة ضربة البداية للشوط المباراة الأول. جوار القائم، الكرة بتتحول في الجهة اليمنى في مكان باتجاه فابيان يستعرض فيها، لكن الكرة فيها صافرة وخطأ منذ أول مواجهة في 77 والتي فاز بها النصر بأربعة أهداف نظيفة. لكن الكرة أيضا بتتخلص، عادت من جديد باتجاه خالد الغامدي، بيلعب لك كرة إلى حسين، إلى حسين، فابيان يتابع الكرة العرضية، لكن الكرة أيضا بتتخلص والكرة بتعود الآن من جديد. أدريان وقف، جمال باجندوح يقطع الطريق، مقطوعة عادت، شايع، يا سلام فابيان، تصويبة يا رباه، محاولة أولى عن طريق فابيان باتجاه المرمى، لكن الكرة الماضية بتتخلص والكرة بتتحول باتجاه حارس المرمى هاني النهض. النصر أفضل في الدقائق اللي مرت، النصر أفضل. اليسرى إلى الفهد، الكرات المرتدة مع عبد الرحمن الغامدي، لكن التغطية من عمر هوساوي، عمر بحظن، عمر يبعدها، الكرة تصل الآن من جديد عن طريق أدريان، أدريان الكرة معه، يا من سيف سلمان بيلعب لك كرة في مكان إلى الفهد، يحاول عمر هوساوي في التغطية، واضحت البطولات فابيان يا رباه، هاني النهض، هاني النهض يتصدى لكرة فابيان في اللقطة الماضية. يا هاني، النصر ما يبغي المركز الثاني، ما يبغي المركز الثاني. عادت من خالد الغامدي، خالد بيلعب لكرة إلى فابيان بالحل الفردي، يحاول الكرة من أدريان، يحيى استلم، يحيى دار، يا السلام يحيى بيتلاعب الآن، يحيى يريد أن يستعيد ذكريات الموسم الماضي. جندوح عبد الرحمن الغامدي، ثاني هداف في الاتحاد في هذا الموسم، صاحب القميص رقم 49 يقول هي فترة وراح أشيل الأربعة وخلين. كرة بتتحول الآن في مكان، فيها كرة، فيها انطلاقة، الله على إبعاد الكرة في الوقت المناسب. الاتحاد يتقدم والأهلي يحتفل معه بالنتيجة حتى الآن. النصر يتبقى له الشوط. شوف حسين عبد الغني، شوف فارق العمر فيما بينهم وبين عبد الفتاح. مدرج الاتحاد يستمر بالتشجيع، لاعبو النصر يستمرون بالتقدم. عرضية، أدريان، عرضية، يا رباه، حسن الراهب، مستحيل، ضاعت يا نصر، ضاعت يا نصر. ليحيى تعود من جديد، الضغط يستمر، لن يهدأوا حتى يعودوا مرة أخرى. الجبرين قوية جدا من مسافة، لكن الكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. الكرة اللي كانت من فابيان واللي عدت، وشوف أدريان والعرضية، شوف العقرب كم ممكن يلدغها، لكن عسيري لاعب يتغير، لاعب أو لاعبين أو ثلاثة، تشكيلة تتغير، لكن الآن يا السلام يا فابيان من بين الأقدام، يا لعيب بيلعب لك كرة إلى أدريان، المتابعة من سوكالا، النصر يضغط من كل اتجاه. دوري من اللي نفسه طويل، من اللي يتنفس حتى النهاية. سيف سلمان، محمد حسين دخل على الحكم، يدخل إلى حسابات الدوري، فابيان يخرج، أحمد الفريدي يشارك. شوف دكة البدلاء، شوف الأعصاب، شوف الأساسيين والاحتياطيين، شوف اللاعبين، شوف الحسرة، شوف النتيجة، شوف الصدارة التي قد تضيع اليوم. الكرة بتتحول الآن، وصلت إلى السهلاوي، سهلاوي، تغيير الاتجاه، حسين، عرضية، متابعة، سيطرة، الراهب مر، الراهب سدد، أدريان، مستحيل، مستحيل، للمواقف الصعبة رجال حاسمون، هذا أحدهم،
هذا أهمهم، روح النصر فارسنا أدريان يحرك مدرج العالمين ويعيد آمال النصر في الوقت المناسب. هي المواقف الصعبة وهم الرجال الحاسمون. الله يا حسن، الله على العقرب، لكن أدريان أطلقها، لكن أدرينالين النصر في الوقت المناسب، في الوقت الصعب، في الوقت الذي يعيد فيه النصر إلى التقدم. الكرة في مكانه لأحمد الفريدي، أحمد الفريدي يحاول، الكرة في نص الملعب، يا سلام يا سلام من الرهبي للفريدي، الفريدي طلق، الفريدي مرر، أدريان تسويبة يا رب، متابعة مستحيل، يا الله، لم يتصدر كل هذا الوقت لكي يفرط بها الآن. النصر يعود، النصر يقلبها، النصر يتقدم عن طريق فرد النصر، العزف المنفرد، فرد النصر الذي يسجل الهدف الأهم، السهل الممتنع، العزف المنفرد، فرد النصر الكبير، كراته تدخل إلى المرمى وهو يدخل إلى القلوب. كرة أدريان بردها هاني، لكن النصر ما يرضى بالثاني، ما يرضى بالمركز الثاني. الله على الفريدي، هو اللي مشاها، هو اللي صنعها، قفزة سيلفا، عودة النصر، لم يتصدر كل هذا الوقت لكي يفرط بها الآن. يهمه من يتصدر، المهم عودة العميد. الكرة بتتحول إلى زوكالا، يا رب الأنسي أبعدها، الأنسي أبعدها، يا الله، هذه وضعية بتركيا، يا بتركيا قوم، لسه ما انتهت المباراة، هذه وضعيته وهو خسران. الكرة العرضية العالية لافة، الأنسي على مرتين، لكن وضعية جديدة يا بتركيا، لاني بنايم ولاني بصاحي. قوم يا بتركيا قوم، قوم، والله الدوري مجنون وبيجننا. أخرى لم يعد النصر ليغيب مرة أخرى، لفريدي مر، لفريدي، يا رب يا رب، هذه الأهداف تختار أصحابها، هذه الأهداف تختار أصحابها، الأهداف تسجل بهذا الشكل، كرة القدم تلعب بهذا الأسلوب، تبغيها السحر، تبغيها عطر، تبغيها شعر، تبغيها نثر، تبغيها فن، تبغيها فلسفة، تبغيها هندسة، تبغيها فريدي، الفرايد جابها الفريدي، الفرايد يجيبها الفريدي. الله عليك، الله على العزف المنفرد، الله على فرد النصر، الله على فرد هذه البطولة، ركنها، ألهاها، حسمها. أي سلاح، أي سلاح في الطقم الجيشي، هم بالطقم الجيشي، لكن سلاحهم هذا الفرد، هذا الفرد، عاصفة الصدارة نصراوية، عاصفة الصدارة نصراوية. 3-1، النصر يعود للصدارة من جديد ب51 نقطة، متجاوزا للاتحاد. ما عاد باقي شيء يا بتركيا، انت بعد الثاني قعدت، بعد الثالث صحيت. الصافرة تأتي بنهاية هذه المباراة، عاصفة الصدارة تعود بالنصر من جديد متصدرا لدوري جميل. مبروك لحسين واللاعبين، هارد لك لنمور الاتحاد ولجماهيرهم ولكل لاعبيهم اللي قدموا مباراة كبيرة فيها من كبرياء الاتحاد الكثير. شكرا للفريقين على هذا اللقاء، على هذا الكلاسيكوم، على أمل بأن نلتقي في دربيات، في كلاسيكيات، في مباريات أخرى في دوري جميل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، محدثكم فارس سعود.